يا بوز الاخص ايه؟ وانت ربنا نسيك ليه ما بياخدكش ليه؟ كل ما اروح في مصيبه الاقيك طالع لي زي العفريت. عفريت؟ خرب بيتك وبيت سنينك، معقول انا مستنيك انت؟ معقول حسين بيمقعدني عشان اعتذر لحضرتك بالنيابه عنه؟ يا نهارك اسود ومنيل، هو حسين بتاعك ده مش جاي؟ لما هو مش جاي بيديني ميعاد ليه عشانك؟ طبعا مش شفت خلقتك لازم يبقى يوم اسود. مش عاوزين قله ادب على الباب. يلا من هنا. يلا ايه اوعى انت تخرج من وشي. خلينا نهد اعصابي وريح رجليا مطرح من المشوار المنايل اللي مشيته. ايه ده؟ راحه فين؟ انت فاكراها وكاله من غير بواب ولا ايه؟ لا ما البواب طبش من خلقتك. خلقتي؟ بقول لك ايه؟ اتكلمي كويس واعرفي انت واقفه قصاد مين بالظبط. طبعا اللي قصاد مين؟ النهارده بالذات عرفت انا واقفه قصاد مين. اجري غرف ده روح جيب لي حاجه ساقعه اطفي النار اللي في صدري. لما الافندي بتاعك مش عاوز يجي اداني الميعاد ليه عشانك؟ ولا هو بيعلقني في حبال دايبه ولا ايه؟ لا ابدا، ما عشان كده كلفني ان انا اجيب لسيادتك موبايل عشان تتكلموا مع بعض فيه. بجد يا غربي؟ قال لك هجيب لي موبايل عشان اتكلم فيه؟ ايه اللي بجد دي؟ انا هزرت معاك قبل كده ولا ايه؟ هقول لك ولا تزعلش. انا مش عارف ايه حكايتك، مش عارف برضو حسين بيه ده بيبص على الذوق ده ازاي. انا مش فاهم مقتنع بيك ازاي. اتنيل انت يا معفن، مش فاهمك انت في الذوق. هو انت تفهم في النسوان؟ لكن اللي زي حسين بيه يفهم في النسوان اللي زي. يلا اتفضل قول في ده، اجيب الحاجه الساعه واجيب الموبايل اللي قالك تدهوني. حاضر، محطوط على الشاحن. تكده يا بخلقتك مش النحس. يعني ما قلتليش يا حسين ان ابنك كان بيحب واحده تانيه وعايز يتجوزها؟ ايه ده انت جبت الكلام ده منين؟ وانت عارف ان في حاجه بتخفى عليا؟ لا بجد، مين اللي قالك؟ يعني الموضوع حقيقي، وانا اللي كنت فاكر ان ابنك بيكذب على بنتي علشان يشعل غيرتها وينكد عليها. يا راجل ده موضوع قديم وانتهى من زمان، دي مؤامره. انت عارف ان فيه ناس في الدنيا تقدم لهم الخير ما تلاقيش من وراهم غير الشر. على راي المثل اتقي شر من احسنت اليه. انا مش فاهم منك اي حاجه، كان فيه ولا مفيش؟ انت عارف حتة الارض اللي بنبني عليها المول دلوقتي؟ مالها؟ في مولد السيد يا سيدي جت فرقة نصبت الخيمة بتاعتها في الارض. انا كنت مسافر بره، قلت لعمر روح شوف ايه الحكاية دي واطرد الناس دول من الارض. الناس قعدوا يتحايلوا عليه ويبوسوا في ايده ويقولوا له احنا غلابة واحنا فقراء، وانت عارف ابني قلبه طيب وبيحب الناس الغلابة. انما المهم بقى انهم راحوا صدروا له بنت من البنات اللي عندهم، بنت حلوه كده وملعب، انت عارف طبعا النوعيه دي من البنات. بس على مين بقى؟ انت عارف انا مربي ابني ازاي؟ انا مربيه على التدين والقيم والاخلاق. لكن يا اخي مفيش فايده، البنت فضلت لازقاله. قلت لا، حلها بقى اني ادخلها السجن. يعني هو ما كانش عايز يتجوزها؟ جوزها ايه يا عبد القوي؟ الله عيب الكلام ده يا اخي، وانا ابني هفيه ولا ايه؟ يروح يتجوز بنت زي دي برضه؟ وبعدين لو كان عايز يتجوزها اتجوز بنتك ليه؟ ما خبيش عليك يا حسين، امها اول ما عرفت انه قال لها الكلام ده قالت لازم يسيبها فورا. شوف بقى بصراحه كده، وما تزعلش مني، سميحه هاني مشده على عمر قوي. بس انت برضه لازم تقدر موقفها، دي بنتها الوحيده حسين. طب وانت يا اخوان انت شادد عليه ليه؟ انت عارف بقى سحس اللي على راسه بطحه. وبمناسبه البطحه، اخبار البنات اللي بيعملوا لك مساج ايه؟ بعد ما نخلص غدا هاخدك ونروح لواحده اتعرفت عليها جديد، عندها بنتين يا سحس بيعملوا مساج ايه؟ ايديهم مرهم يا حبيبي. الله الله الله، هموت انا في وزاره الصحه. مالك عم حسن طول الوقت قاعد كده شارد وسرحان؟ كنتش عارف ان الحال هيتدحضر بينا للدرجات. مش علينا احنا بس يا عم حسن، ده الناس كلها حالها بايظ. بس الناس ما بعتش كرامتها للناس اللي داسوا على رقبتهم برجليها. انت لسه بتفكر في الموضوع ده؟ انت لو خرجت بره هتشوف الناس بتعمل ايه، مش احنا بس اللي اداسنا يا عم حسن. عايز خدمه منك يا سليم. امرني يا عم حسن، عاوز دواء اجيبه لك؟ الدواء هيشفي ايه ولا ايه؟ قول لنا انت عاوز ايه واحنا نجيبه لك لحد عندك. انا نفسي اشوف بنتي نوسه، بنتي وحشاني، نفسي اشوفها قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا عم حسن، ما تقولش كده، انا كده كده انا ومشمش كنا هنروح لها زياره يوم الجمعه ان شاء الله. طب وحياتك يا بنتي؟ حياتي اغلى حاجه عندك، تاخدني معاك وانت رايح. ايوه بس ده مشوار بعيد قوي، ده سفر. اروح
اروح ان شاء الله على ايدي ورجلي اروح. ما تقولش كده، ده احنا نشيلك فوق كتافنا. بس خد يا اخوي، يا ارض يا ارض تهتم عليكي ادي الكل اللي كل يشوف. فين يا جمالات وراجعه منفوشه كده وعامله بنت باري مديله؟ وانت مالك يا حبيب اختك، كنت فين؟ انت ليك كلام عليا؟ روحي، الكلمه كلمه جوزي. وبعدين ايه، شايف البزازه في بقي هشيلها من بقي وتفطمني ولا ايه؟ ترالك يا جمالات، انا اخوكي وليا كلمه عليك وليا كلمه على كل نفر موجود في المكان. اخويا على عيني وراسي، بس الكلمه كلمه جوزي. هو اللي سالني راح فين وجايه منين يا حبيبي؟ جوزك؟ جوزك ايه يا ام جوز؟ ده جوز على ما تفرج. على ما تفرج بالنسبه لك انت، بس بالنسبه لي انا مالي عيني. لا وبالنسبه لك برضه يا جمالات، وبالنسبه لقعد خنتخين هنا، احنا داخلين على انتخابات وانا يهمني سمعه كل واحده فيكم. حسين بيه رامي تقولوا علينا. حسين بيه؟ ايوه حسين بيه. حسين بيه اللي انت بتقفشي الالمونيا من جراير شغلنا معاه. الالمونيا، الالمونيا اللي بتلهفه نصها انت وابن عصفور، مش كده؟ جرالك ايه يا جمالات؟ ده بدل ما تبوسي ايدك ووشي وظهر، انتوا كنتوا رايحين تاكلوا. خلاص يا حبيبي، خلي لك شويه الفلوس دي، خلي لك انت الالمونيا. انا خلاص الالمونيا هيبقى نحاس، وشويه شويه هيبقى ذهب كمان. انا دلوقتي معايا خاتم سليمان، معايا الفانوس السحري، ادعكوا كده يطلع لي كل اللي انا عاوزاه. ايه ده يا بنت؟ اوعى ايدك يا واد. موبايل جديد؟ اوعى ايدك. جبتيه منين؟ انت مالك جبته منين؟ بنت يا جمالات، اوعى تكون مشيتي في البطال. اوعى ايدك، ده قطع لسانك بطال، ايه اللي بتكلمني عنه؟ يا بنت احنا ما حلتناش غير شرفنا. لو حسين بيه سمع بحاجه زي كده هيفض الموال وهنرجع على فوت الكريم. يعني انت خايف من حسين بيه؟ طبعا خايف، مش بياكلنا عيش. ما تخافش يا حبيب اختك، العيش هيبقى بسكويت، وقدام شويه هيبقى بوغاشه كمان. ازاي؟ فهميني يا جمالات يا حبيبه اخوكي. افهمك يا حبيب اختك، فيك من يكتب السر؟ على حسب هتقولي ايه. خلاص انا هقول لك كل حاجه، بس يلا بينا بقى بعيد عن الوغش ده، عينوب تدب فيها رصاص، وانا هرسيك على الدور واللي فيه من طقطة. لسلام عليكم. اتفضلي يا اختي حبيبتي. يلا حبيب اختك تعالى. الحكايه بقى يا ست الستات. اسكت يا اخويا يا ابن ام ابويا، انا لو حكيت لك ايه الحكايه مش هتصدق ولا السحر. لا هصدق، اهم حكايه حكايه الموبايل. ما انا هحكي لك قصه الموبايل. لا قفشولي الاول. خلاص اتفضل، نفسك تتفرج عليه اتفرج. الله، ده موبايل غالي، ده احلى من اللي اديهولي حسين بيه. طبعا يا واد، انت تحط راسك براسي، كل فوله ولها كياله، صوابعك في زي بعضها. طب قولي لي بقى يا فوله، العباره في الطميني.